جاي تركتك من أولي دار وما كاين شي واحد في الأسطور في الشتوكة عارفش كاين فلس سعيد ما كاين لك تلخير كيلة ما تعمر المقام كين ورشيكا لك تلخيركم لك تلخيركم رانا ما لا دبا أشتيتوها لا ما لا دبا في دبا لك تلخيركم عيد لبعض انتوا برا المسؤوليه دابا واليوم رفقنا رفيقنا الهرم الشامخ السي محمد بن سعيد أيتي الدر إلى متواه الأخير. هذا الرجل الوطني المقاوم الذي ساهم في حرب تحرير هذا الوطن وكان يقود جيش تحرير في الجنوب المغربي، وعندما يعني عانى من المنفى مشى للجزائر، ومن بعد الجزائر مشى لفرنسا لأن واحد الوقت ما بقاتش العيشة في الجزائر تطاق. بعد ما تم تشجيع الانفصال في الصحراء المغربية والقيادات الجزائرية طلبت منه ذاك الساعة باش يكون مع البوليزاريو، هو رجل يعني كيعرف بأن البوليزاريو ولادنا وليداتنا هذوك راه الآخرين اللي دفعوهم، ولهذا مشى لفرنسا ورجع للمغرب ودخل الشرعية وأسس منظمة العمل وبقى يناضل ويشجع الشباب. اللي كاين هو أنه هذا الرجل يعني جمع ما بين السياسة والأخلاق والشهامة والحكمة والشجاعة رحمه الله. كان كيحترم الإنسان وكيدفع الشباب باش ينخرطوا ويدافعوا على حقوقهم، وكيدافع على الشباب باش يقراوا، وكيطلب من الأدمغة تبقى في المغرب. هذا الرجل وطني بامتياز، فالمغرب كله ضاع فيه اليوم. كنتمناو أن هذه الأرض طيبة تجود علينا بأمثال السي بن سعيد أيتي الدر إن شاء الله مستقبلا. رحمه الله وغفر له، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ماشي مشكل، علاش ما تبانش بلي نتوما عندكم شاد هناك أو تاني؟ نقدر نجيب لكم صداع. شكرا دكتور.